مشاهدين في كل بيت، اعزائي مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. حقيقه انفعال ابو هشيمة بسبب رامز جلال. رامز جلال ياسمين صبري جميله الجميلات اللي بتغير منها الستات. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطوا رفمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه. حقيقة انفعال أبو هشيمة بسبب رامز جلال. كثيرا ما تعبر لغة أجسادنا عن مشاعرنا دون أن نشعر، لكن حركة الجسد يمكن أن تكون لغة تحمل إشارات مقصودة من شخص إلى شخص آخر أو عدة أشخاص، وربما كان المقصود منها إحداث تأثير غير مباشر، وهو موضوع يخضع لدراسات علم النفس. الفنانة ياسمين صبري التي كانت ضيفة حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع على قناة ام بي سي مصر، صدرت عنها حركة تندرج تحت مسمى لغة الجسد، وذلك عندما التقت لأول مرة بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام المشارك في تدبير المقلب لها. وبالرغم من السعادة التي كانت واضحة على ملامح ياسمين صبري عند مقابلة فان دام، فإنها وقفت لتصافحه باليد اليمنى وأبقت يدها اليسرى مضمومة خلف ظهرها، وهو ما كان موضع سخرية من الفنان رامز جلال مقدم البرنامج الذي علق قائلا: أي شغلة سفرجية ده؟ فما هي تفسيرات المحتملة لهذه الحركة؟ وهو أن تقف أو تسير والرأس مرفوع والذقن للخارج مع وضع اليدين خلف الظهر وإحدى اليدين تمسك باليد الأخرى، وهذه حركة شائعة بين القادة وأصحاب السلطة ورجال الشرطة، وهي تدل على الاستعلاء والثقة والقوة، ويرافق أحيانا هذه الحركة ميلان الجسم للأمام والخلف والوقوف مع وضع اليد خلف الظهر، من الممكن أن يكون من علامات التفوق والثقة والقوة، ولكن يجب تغيير تلك الوضعية أثناء المصافحة. وتشير الدراسات إلى أنك لو كنت تتعرض لضغوط عليك أن تضع يدك خلف ظهرك وستشعر بالثقة وفقا لمبدأ المثير والاستجابة، أما إذا أمسكت بإحدى يديك رسغ يدك الأخرى خلف ظهرك فهي حركة تدل على الإحباط ومحاولة ضبط النفس. رامز جلال ياسمين صبري جميلة الجميلات اللي بتغير منها الستات. وقعت الفنانة صبرين ضحية لبرنامج رامز جلال الذي يحمل اسم رامز موفي ستار الذي يقدمه بمشاركة الفنان العالمي فان دام. وأثناء فقرة السيارة دخلت الفنانة صبرين في نوبة صراخ شديدة واستمرت في نداء على فان دام قائلة: ستوف فان دام بليز، أكثر من 51 مرة. وفي خلال وقوعها في المقلب انفزعت صبرين قائلة: يا لهوي. ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة ومشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز، منهم ياسمين صبري وهنا الزاهد ومشاركة النجم العالمي فان دام. وكشف البرومو جزءا من هذه المفاجآت، حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياض والإعلام، منهم عمرو يوسف ودرة وهنا الزاهد وأحمد فتحي وغادة عادل وعائشة بن أحمد وميان السيد وبيجرامي ومحمد محمود وسليمان عيد وحنان مطاوع والعديد من النجوم الآخرين. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب انفعال أبو هشيمة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.